كابتن ايمن منور الدنيا، سعيد جدا بتواجدك معايا النهارده. كريم ازيك، برحب بحضرتك وبرحب جميع مشاهديك. يعني انا اتشرف جدا، صوره رائعه جدا عملتها مع النادي الاهلي سواء في فتره لعبك او حتى فتره غيابك عن اللعب، صوره عظيمه جدا تبقى مثل يحتذى به لكل اللاعبين الشباب. الحمد لله، يعني الحمد لله ان انا خارج بصوره كويسه من النادي الاهلي، خارج من الباب الكبير. طبعا كانت سنه صعبه عليا طبعا ان انا ما بلعبش وكده، لكن يعني حب الجمهور النادي الاهلي وحب اداره النادي الاهلي وحب النادي الاهلي خلاني ان انا ما اعملش تصرف لا يليق بيا ولا لان في الاخر ده بيتي، ومهما هروح مهما هاجي هرجع لبيتي تاني ان شاء الله. باب النادي الاهلي مفتوح لي في اي وقت، يعني لان هو في الاول وفي الاخر بيتي يعني. بالتاكيد.